كشفت الهند عن أرخص جهاز كمبيوتر لوحي في العالم يحمل اسم أكاش ويبلغ ثمنه 35 دولارا فقط، ليكون في متناول عشرات الملايين من طلاب المدارس في الهند، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بالعملية التعليمية. وتأمل الحكومة الهندية أن يحدث الجهاز ثورة في عالم تكنولوجيا المعلومات، تجسير الهوة الرقمية بين الأغنياء والفقراء. الكمبيوتر الأرخص في العالم في تقرير عمر غانم. اللوح الخشبي أداة التعليم الرئيسية في أزمان ولت، حتى أجيال قريبة كان هو كل ما يحتاج إليه الطالب ليتلقى العلم من شيخه أو معلمه. بالطبع ظاهرة باتت شبه منقرضة مع تطور التعليم وتعقد أساليبه، غير أنه يسجل اليوم عودة إلى الساحة التعليمية ولكن في حلة رقمية. فقد كشف وزير التكنولوجيا الهندي عن أرخص جهاز كمبيوتر لوحي في العالم، جمهوره بالأساس طلبة المدارس، وستوفره الحكومة لهم ولمعلميهم بسعر مدعم لا يتجاوز 35 دولارا. الجهاز يحمل اسم أكاش، أي السماء بالهندية، ويهدف إلى فتح سماوات المعرفة أمام من وقفت حالتهم المادية حائلا دون ذلك، لا سيما وأن مثيله من الأجهزة اللوحية يكلف بضع مئات من الدولارات. تأمل الحكومة الهندية أن يساعد هذا الجهاز الصغير في ردم الفجوة الرقمية بين الأغنياء والفقراء، وجعل التكنولوجيا متاحة للجميع في بلد يعاني من ارتفاع نسبة الفقر. دعوني أرسل رسالة، ليس لأطفالنا وحسب بل للأطفال حول العالم. هذا ليس لنا فقط، هذا لكل المستضعفين منكم، هذا لكل المهمشين منكم، هذا لكل هؤلاء الذين يعيشون على هامش المجتمع. تطوير الجهاز استغرق 4 سنوات وجاء في إطار الجهود التي تبذلها الهند للنهوض بالتعليم، وهو يتمتع بشاشة تعمل باللمس، وستوزع الحكومة 100,000 وحدة منه مجانا كنسخ تجريبية. أما النسخة التجارية لغير الطلاب فيتوقع توفرها في الأسواق الهندية بسعر قد يصل إلى 60 دولار. لقد وزع الجهاز علينا وسنجربه، وبناء على النتائج سيتم تطويره وتوزيعه على نطاق أوسع لطلاب المدارس. إنه جهاز جيد جدا، والمهم هو سعره المنخفض. أكاش بالطبع ليس بمستوى كفاءة الأجهزة المماثلة في السوق، كما أنه يعتمد على الشبكات اللاسلكية للاتصال بالإنترنت، وهي غير متوفرة في أغلب المناطق لا سيما الفقيرة منها، وهو ما ستعمل إصداراته القادمة على تلافيه بتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت عبر شبكات الهاتف. لكن التساؤل الأهم هو، هل التكنولوجيا هي الحلقة المفقودة التي تنقص الطلاب للنهوض بالتعليم؟ وإن كانت كذلك بالفعل، فهل يتلخص الحل في كمبيوتر لوحي؟